أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود الأجواء الصافية 16 درجة مئوية الملموسة 14، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد: نبدأ المنطقة الشمالية، سكاكا 20-11، عرعر 19-9، تبوك 21-10 مع طقس صافي بالمجمل. المنطقة الغربية طقس حار في المدينة المنورة 34-20، جدة أتربة مثارة 29-22، مكة المكرمة 34-19، والطائف 30-19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26-14، أبها 27-12، وجازان 32-26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 38-18، حفر الباطن أتربة مثارة ورياح نشطة 30-14، والإحساء طقس حار 41-18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض أتربة مثارة 39-19، بريدة 30-14، وحائل طقس صافي 22-11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.